بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ بنستعين عليه نتوكل منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية متواصلة ويوم جديد من أيام هذا المهرجان الختامي الكبير، مهرجان المرموم للهجن العربية الأصيلة والذي انطلق على مدار الأيام الماضية بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ورعاية كريمة على مدار هذه الأيام هنا في أرضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه وحفظ الله كافة شيوخنا الكرام. تحية لكل متابعينا ومشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسنج الناقلة للتحدي والإثارة، كذلك الترحيب بمشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات ياس الرياضية في هذا اليوم الذي نبدأ به ثامن أيام هذا المهرجان الختامي الكبير. هنا يوم تحدد لسن الكبار من الحول والزمول ومنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقة الصباحية التي ستدور على مدار 16 شوطا ولمسافة 8 كيلومترات. بسم الله بدأنا وعلى بركة الله انطلق الشوط الأول، الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل في هذه المنافسة التي تبدأ في جو ماطر مميز وانطلاقة تحمل الكثير من التحدي والإثارة، لتعلن أيضا هناك الإشارة الأولى لمنافسات الكبار في هذا المهرجان. نذهب إلى المقدمة نتابع الصدارة والبداية والشاهينية في المركز الأول لهجن العاصفة مع غياث الهلالي الذي يبدأ أيضا بالدفاع مبكر ومسار مبكر من هذه اللحظات. المركز الثاني بذيار تأتي على المركز الثاني لهجن الرياسة، وعلي بن جمية الوهيبي يقود التضمير والإدارة والتدريب. المركز الثالث الشاهينية في المركز الثالث لهجن العاصفة مع وجود غياث الهلالي، بينما في المركز الرابع تأتي العين في المركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس آل نيبي في التضمير. انتقلنا إلى المركز الخامس والشاهينية لهجن ند الجبه مع سالم بن سعيد. انتقلنا إلى المركز السادس وتظهر أيضا الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما في المركز السابع هنا من خلال هذه الأسماء هملولة تأتي على المركز السابع اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الذي يقود التضمير. انتقلنا إلى المركز الثامن الشاهينية وهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز التاسع تأتينا فرح لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارج بن مبارك بالقوبع المنصوري الذي يعلن هذه التحديات. والمركز العاشر تظهر فيه الكورة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع حمد بن علي العويسي. هذه الأسماء ونداءنا الأول في هذا الصباح الذي يحمل هذه البداية ويحمل هذه التحديات والانطلاقات التي تسير بهدوء من الاندفاع الأول حتى هذه اللحظة، لتأكيد أن اليوم سيكون يوما للعمالقة. مساء هذا اليوم سوف تكون هناك تحديات أشواط الكبار والعمالقة أيضا بشوطين في مساء هذا اليوم، لكن نعود إلى المقدمة هنا نتابع المركز الأول التغييرات، ولكن لا تغيير لا تبديل. الشاهينية تقود الصدارة والبداية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، المقدمة أيضا للشاهينية في هذا التحدي، بينما هناك بذيار تأتي على المركز الثاني لهجن
الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين يعلن التواجد والتحدي والإثارة ومسار مميز. الشاهينية تصل وتغير إلى المركز الثالث لهجن نادي الشبه مع سالم بن سعيد الذي يعلن التواجد أيضا مع انطلاقات هذه اللحظات. المركز الرابع نذهب إلى رابع المراكز وتابع الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. وهناك هملول وصلت لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الذي يقود التضمير والإدارة والتدريب. والعين تأتينا على سادس المراكز لسمو الشيخ ذيابة بن محمد بن زايد النهيان ومحمود بن خميسة لينيبي. ما شاء الله ستة مراكز أولى، ولكن نحن قادمون هنا المركز السابع والثامن شعار العاصفة يحمل الشاهينية أيضا في هذه التحديات. وهنا على المركز التاسع نذهب إلى فرح في تاسع المراكز اللي سمو الشيخ مكتوم بن محمد أبو راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقبع في التضمير. وهذه الكرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع حمد بن علي العويسي الذي يعلن أيضا الانطلاق المبكر من خلال هذه الأسماء التي تبدأ بافتتاحية أول الأشواط. 4 كيلومترات الآن منتصف المسافة في هذا المسار الذي يحمل الكبار والتحدي والانطلاق مع هذه اللحظات الأولى. صباح التميز في يوم من أيام هذا المهرجان الختامي الكبير. نعود إلى المقدمة إلى التغييرات التي نتابعها بالكادر العلوي والتي تحمل التغيير من مذيار إلى المركز الأول لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين يبدأ أيضا بالتقدم التدريجي للانطلاق في صباح هذا اليوم لتأكيد التفوق والتحديات لهذا الشعار العملاق. المركز الثاني الشاهينية تأتي على ثاني المراكز أيضا لهجن العاصفة وغياث الهلالي. صمود وتحدي وإثارة دائما يقدمها غياث الهلالي في أشواط هذا المهرجان وفي كافة المهرجانات. سالم سعيد يقود أيضا شاهينية بشعار هجن نادي الشباب من خلال هذه الانطلاقات التي نتابع مسارها وتحدياتها. ما شاء الله الأرضية التي تتواجد هنا والتي تعلن وجود العمالقة والكبار وأصحاب الخبرة والتاريخ. نعود إلى المركز الرابع الشاهينية هنا في المركز الرابع لهجن العاصفة مع غياث الهلالي وهملوله. هناك في خامس المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. يا سلام يقدم هملوله واحدة من الأسماء التي تتميز دائما بالأداء والانطلاق. بوابة الانتصارات بدأنا بعبورها من خلال هذه الأسماء. والكرة تأتينا على المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن علي العويسي بهذه اللحظة الجميلة. والشاهينية هناك على المركز السابع لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. تأتينا العين في هذه اللحظات في المركز الثامن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان ومحفوظ بن خميس آليني. بهذه الأسماء هنا التحديات، هنا مسار هذه الانطلاقات والأرضية التي تحمل بداية موفقة وانطلاق موفق ما شاء الله وتبارك الله. عودة إلى المقدمة، عودة إلى بداية التحدي والإثارة والمسار الذي يعلن هذه اللحظات. تحديات بالفعل تؤكد مسار مميز من خلال هذه الأسماء التي تتواجد في هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الله الانطلاق الذي يحمل هذه الإثارة والتحديات ومسار البداية في هذه الانطلاقة. هنا تأكيد على التواجد على المقدمة وأول الأسماء التي تحملها هذه اللحظات. منافسة ثنائية هنا بوجود المركز الأول وهي مذيار في الصدارة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. وهنا على المركز الثاني بدأت الأسماء مع الشاهينية أيضا منافسة ثنائية الشاهينية لهجن العاصفة مع وجود غياث الهلالي. يا سلام
هذه هي الأسماء التي تقود المقدمة والتي ابتعدت عن بقية المشاركين نوعا ما من خلال هذه الأسماء. الشاهينية في المركز الثالث أيضا لهجن ند الشبا وسالم بن سعيد يعلن الاندفاع المبكر في هذه اللحظة وفي هذا الأداء المتميز ما شاء الله وتبارك الله. هذا هو المشهد والمنظر الذي يبدو مع انطلاقة التحديات والإثارة التي تسير على أرضية هذا الميدان. الله 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 الهمل أو مذيار لا تزال على الصدارة والمركز الأول من خلال هذه الأسماء. هنا تحمل هذه البداية تقدم أداء رائع في هذه اللحظات والظافر علي بن جميل الوهيبي إصرار على البقاء في المقدمة من خلال هذه التحديات. المركز الثاني شاينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي وهجن ند الشبا قادمة مع سالم بن سعيد لتصل أيضا إلى ثلاثية لحظات الإعلان التي ستكون حاضرة في التحدي والإثارة ما شاء الله. 1200 مع خط النهاية والتجاوز يبدأ في هذه اللحظة بانطلاق مميز. هناك تحمله هذه التحديات والانطلاقات ما شاء الله. تغيير من الشاهينية على المركز الأول في هذه اللحظة لتقود الصدارة مع سالم بن سعيد في اندفاع مبكر أول يحمل هذه اللحظات. تعود مذيار في المركز الثاني لهجن الرئاسة وأيضا علي بن جميل الوهيبي. وهنا وصلت أيضا الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي تبدأ أيضا بالاندفاع لتقود المقدمة في هذه اللحظات. 800 متر أخيرة والتحدي يسير مع انطلاقتنا هناك في المقدمة الشاهينية. هجن ند الشبا في تقدم وفي انطلاق مع هذه اللحظات والأداء المميز الذي يعلن هنا بدأت بعد ما شاء الله. شوف الرقص الذي يبدأ في هذه اللحظة إلى المراكز الأولى التي يعلن أن هنا بداية موفقة أيضا تبدأ بها هجن ند الشبا من خلال هذه اللحظات لتكون فاتحة انتصارات هذه الفترة الصباحية ما شاء الله وتبارك الله. الأداء الجيد والمميز تهانينا والناموس من خلال هذه اللحظات إلى هجن ند الشبا وتهانينا سالم بن سعيد ما شاء الله وتبارك الله. رقص مع خطوط النهاية هنا والاقتراب من لحظات الانتصار في أول أشواط هذه الفترة الصباحية ما شاء الله وتبارك الله. إذا نتابع الشاهينية لهجن ند الشبا في المركز الأول تصل أولا مع هذه الانطلاقة مع هذه التحديات من خلال هذه الأسماء المميزة. المركز الثاني مذيار في المركز الثاني لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي شاهيني. في المركز الثالث لهجن العاصفة وأيضا غياث الهلالي. بينما المركز الرابع الشاهينية أيضا والمركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة. هذه الأسماء المميزة هنا توقيت الزمني من خلال هذه الانطلاقات والتحديات ما شاء الله. نعود إلى 12 دقيقة 44 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس إلى هجن ند الشبا. تهانينا لسالم بن سعيد. بينما المركز الثاني كان التواجد لهذه الانطلاقة مذيار. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة. تهانينا علي بن جميل الوهيبي. وهنا 12 دقيقة و50 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية. المركز الثالث كان التحدي للشاهينية. المركز الثالث تهانينا والناموس لهجن العاصفة. تهانينا لغياث الهلالي. و12 دقيقة 51 ثانية و3 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس.